مشاهدي الوطنيه الثانيه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تقابلوا كل سهرية سبت على الوطنيه الثانيه في برنامج كواليس. من جمعه لجمعه تتجدد الاحداث الفنيه، هذيك علاش كل سبت نكون سعيده باستقبال مجموعه كبيره من الفنانين، من المطربين ومن المسرحيين، ومن كل ما عنده عمل ابداعي يحاول انه يقدم الاضافه في الساحه الفنيه التونسيه. اليوم باش نضحكوا برشا، لانه الوجه اللي باش تشوفوه هو ممثل معروف برشا، وكل ما نشوفوه الا الضحكه والنكته معنا. هذيك علاش اليوم سعيده جدا باستقبال الممثل الكبير اللي كل يوم تقريبا تشوفوه في شوف لي حل الى جانب الاعمال المسرحيه الكبيره لمدك وغيرها اللي باش نحكيو عليها باكثر تفاصيل. توفيق البحري، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك وأهلا بمشاهدي قناه تونس الثانيه. تونس الثانيه، انت عاد كل يوم تبارك الله معنا على الوطن. كل يوم حاسه توا لو فما يتعدى شويه مناقشات نتاع مجلس النواب على الميزانيه نتاع 2018 الناس ماذا بهم يحبوا يشوفوا شوف لي حل. اما بعدها تجي الضحكه هذيك نتاع شوف لي حل. سؤال اللي ديما ماذا بيا نساله لكم، انتم تعاودوا تعيشوا نفس الاحداث ونفس النجاح؟ والله ديما نعاود نتفرجوا كما يتفرجوا في الناس، واحنا نضحكوا كيفهم هما. مع احنا عندنا كما تقول انت الكواليس، الكواليس نتاع اللي ما يعرفوهاش. انتم تعرف انت في التورناج توخى برشا احداث وبرشا ضحك وبرشا فما جو ما بين بعضنا، جو حميمي اللي هي اللي خلى الشيء هذا ينجح، الكتابه والاخراج والتمثيل والسمباتي. علاش استمر؟ استمر فما محبه نتاع ناس، احنا حبينا بعضنا وكنا صادقين في الخدمه مع بعضنا. علاش ما يحبوش بعضهم؟ ليه؟ خاطر لما كبيره هذيك، كل تصور انت كل عام ماشي هاز فليشتك وماشي تخدم في خدمتك نورما. قداش قعدتوا من عام؟ برشا ناس اليوم اكتشفوا شوف لي حال. قداش قعدتوا من عام؟ من 2005 حتى 2009 بمعدل 3 شهور. ايوه كل 3 شهور في الواحد، ساعات توصل 4 في التورناج، فهمتني؟ ويوميا مع بعضنا فطور صباح ونتفرقوا كان كيف لا جورني ترميني غفت تمشي الناس الكل. شكون اكثر واحد توحشته في شوف لي حال في التورناج؟ والله ليكيب كلها توحشهم الكل، فهمتني؟ اللي اسماء، كوثر، جميله، الاولاد فيصل، كمال، مدام منى، وامال، كل ددو، فهمتني؟ كنا العيله. وهذا علاش الكواليس زيد وحضرنا عيلة فنية. عيلة فنية ونحضروا في عروسات البنات كل حضرنا فيهم، عرس كوثر، عرس أسماء، الكل حضرنا في عروساتهم. منهم فما نذكر توا العرس نتاع كوثر، سفيان الله يرحمه مشى قعد في بلاصة العروس، قال لا هذيك نتاعي انا عزتي، فهمتي؟ ولا قعد في بلاصة العروس ما حبش يقوم، يودي يقوم يودي الله يرحمه. الله يرحمه، فهمتني؟ يعني لما نتاع عائلة ومحبة في بعضنا كل شيء، وهذاك اللي يخلي الحكاية تمشي سهلة، ونظافة نتاع النص ونظافة نتاع الخدمة. يعني ما تتفاجئش بكلمة هكا ولا هكا باش تقول ولادي قاعد تتفرج بدل ولا حاجة كل شيء، تنجم تقعد مع العائلة نتاعك وكما توا ما تخافش عليهم من كلمة هكا ولا هكا. ما تخافش عليهم من ايوه وهذا اللي قاعد يصير اليوم. زاد نعم في نوع مسرح، مسرحية المدك هذه الناس جاي عليها و قصيت لي ونضيف لا لا انا نعطيك كورة ودي سنتر قصيت لي انا مش نحكي على مسرحية المدك. قديش ذكرتك بالرول نتاعك في شوف لي حال؟ لا بعيد شوي على المدك نتاع المسرحية والباجي ماتريكس في شوف لي حال سي ديفيرون. باجي ماتريكس حاجة أخرى ومهف ويتكتك ويتنسس على هذا ويسبب هذايا، يعني خدمة أكتيف أكثر وفيها حيوية أكثر، فهمتني؟ وتنرفيز وأعصاب وحالة أخرى، فهمتني؟ المدك هي المسرحية ربما اللي أعطتك وجه آخر لتوفيق. هو شو ما استنسنيش بيك في الجو هذيك على المسرح. لا انا عندي اليوم توفيق باش نسالك، مازلت ديما في الادوار نتاعك المسرحيه تحاول انك تقدم شكل اخر من الفرجه اللي هو ديما تعتمد على الضمار؟ حسيتك في المدك زدت في العرض الاولاني حاجات تحس نتاع توفيق ماهوش نتاع النص. اي انا موجود، يلزمني انا نحط البرسوناج ونشيخه كما انا شيخ عليه باش نوصلها للمتفرج كل شيء. المسرح عندي مده انا ما طلعتش على المسرح، بعد مسرحية زوز مسرحيات اليوم توا قاعدين ندوروا بهم، هذه المدك وكما كنت نقول لك نهاير خريف، يعني زاد كذا نهاير خريف زاد سيتون تو بيرسوناج، شخصيه اخرى مغايره، حتى اللي يتفرج يقول كيفاش توفيق يخدم في الستيل هذا، ستيل جاد وستيل كذا كذا، ما فيش مش الكوميك الضحك واحد كل شيء، يدي سيريو. مما خدمه كبيره قضيت بها كما قلت لك جايزه في اسكندريه انا و والممثل معايا، وفي الاخراج وفي العمل كمتكامل مع محمد علي سعيد، وكيف كيف كمشينا كما جيت نقول المغرب. المغرب كي روحتوا من المغرب؟ مازلنا كي روحنا من المغرب كنا في فقيه بن صالح، هذه منطقه
تبعد على كازابلانكا قرابة 200 كيلومتر، عاملين مهرجان هو ثالث مستدعين فيه مجموعة من العرب أبار المغاربة، يمكن خمسة فرق، فما من قطر، فما من الجزائر، وإحنا كل شيء وعملنا. وخذيت أنا جايزة أحسن ممثل وأحسن إخراج محمد علي وأحسن ممثلة خليدة شيباني، خذيت أحسن ممثلة في الدور النسائي، يعني مسرحية وإن شاء الله. يعني نعم. تتويجات ما شاء الله بالجملة للعمل المسرحي هذي، ولكن في تونس وقتاش نجمو نشوفو توفيق؟ المسرحية بالنسبة لنهاية الخريف إن شاء الله تشوفوها. نهاية الخريف بتبيع هي اللي قاعدة تحصل في الجوائز هذي ما بين مصر والمغرب. مصر واسكندرية، أي فهمتني؟ مصر والمغرب، قلت اسكندرية. أنت جمعتهم زوز في واحد. نهار السبت، قلت نهار السبت، نهار تسعة، أي نهار السبت هو 9 ديسمبر بدار ثقافة بن عروس، مش بعيدة، مترو ويهبطك قدامها. مرحبا بكم. مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل. نرجع لمسرحيه لمدك. لمدك اللي هي تقريبا العرض الاولاني كما نقولوا بلغتكم انتم اختف، حبوا الجمهور، حبوا الجمهور ومشى في الثنيه اللي انتم حبيتوا عليها انها أي. تكسب رضا الجمهور. في لمدك توفيق مثلا شفنا بعض الشخصيات والادوار اللي ما عندهاش حضور كبير، جو كان ما بينك انت وما بين زهير. لا الاكثر اللي لعبتوا على الرول نتاعكم للزوز. هي شنو نحكي؟ هي انفيتاسيون باغ. الاخرين متممات حسيتهم. اي لا مش متممات، لا داخلين في اللعب يعني. داخلين في اللعب ولكن انتم كنتوا اكثر المحور الحديث والعمل المسرحي، الكل مركز معكم انتم. مركز علينا احنا، لكن الشخصيات الاخرى هي اللي تعطيك الكره باش تكمل الحديث، يعني سينو ما فماش هما يعني ركائز اصحاح. خدمتي انا وسلاح مصدق خدمه كبيره. خدمه كبيره. حتى حمدي حده خدمه كبيره مع ايبا كيف كيف. ولا أمية المحرز كي فك السيكونسات الاخرانيين خدمه كبيره تبارك الله عليها، البنات نتاعنا زاد الزوز تبارك الله عليهم، والممثلين كل ومحمد علي بالحارث معنا زاد، فهمتي؟ لا كان جو باهي ولما حلوه، وعندها مجموعه عروض هاي جايه تو نقولوا على التواريخ. توفيق علاش لليوم ما عندكش عمل مسرحي والمنشور كيما الفنانين الكل؟ انت تقدم الفرجه والنكته وعندك جمهور ما شاء الله. والله لكن هل أن الخوف من انك انت وحدك تكون على السين ما جاتش الفرصه؟ ما عندكش في حساباتك والمنشور؟ لا لا فما مش في حساباتي، ما نكون مخمس فيها برشا كما تعمل المنشو، وماهوش خوف خاطر الببليك اللي يجيك في المسرح البلدي والشيخ معاك ولا في اماكن ينجم اخرى. ينجم يكون الببليك اللي جاي لمسرحيه لمدك نص الببليك نتاعك انت نتاع بعض الممثلين او الناس اللي كانوا موجودين، لان يعني كل واحد عنده الببليك. انا حتى نبدا في الشارع الناس الكل تقف معاك، اللي يحب يتصور من الاماكن الكل، يعني فما حتى سواح يجيو من الجزائر ولا بلدان، فما حتى في المانيا يطالبوك، فما من كندا. ما عندكش فكره على الفضائيه التونسيه قداش منشوره في العالم وقداش يحطوا هذا. شوف لي حل، فهمتني؟ ومش خايف منه. انا اللي ما نحبش نتيح في الشيء اللي عملوا فيه الاخرين. خايب اللي عملوا فيه؟ لا كل واحد ربي عينه. شكون اكثر واحد اقنعك؟ في عطى حق والمنشور. اي نعطيك الحق المنشور الوحيد اللي عطى حق والمنشور مقداد سهيلي. في 32 جويي اكل عام عمل 32 جويي ولا سيتا فري. هو وقت حل ثنيه نتاع والمنشو فري والمنشو فري انشو غنى دربك اشتح مثل انا انتاج تاع الشركه اللي نخدم فيها انا، وعمل 32 جويي. المقداد هو اللي عمل والمنشو، الاخرين كان ستاند اب دي مونولوج حاجات يحكيو فيهم وكاو، يعني فماش حاجه والمنشو كامل، فهمتني؟ لكن عندهم عروض والجمهور حبهم. اي الجمهور يحب قال يحب، وانا انا عم في مسرح حتى انا يحب، خاطر انا اصعب منه هو. هو يجيب وحده في دي شوز يعطي كلام كذا وبش يضحكوا الناس، لكن تعمل عمل مسرحي وتعمل كومبلي وتبدا العروض في جرة بعضهم، سي سا هذا المسرح. يعني مش وما لازمش انا نقيس روحي كمسرحيه باش نقيس روحي بواحد يعمل في الوالمان شو. هو عنده بيبليكو وبيبليكو معين. ما احنا في سوسه بار اكزومبل بعد ما خرجت ناس امراه قالت ندمت ما جبتش ولادي معايا. علاش؟ خاطر عرفت قلت انا راجعي. قول هاي انا راجعين لها. على خاطر الادارات المسرحيه نظيفه ما فيهاش حاجات اللي باش تحشم تقول ولدي يقول يسمع شي حاجه ولا حاجه. شافتها مسرحيه عائليه وقالت ندمت اللي كذا كذا وتحب تعاود تتفرج فيها من جديد، وان شاء الله عندنا عروض اخرى.
توفيق من الفنانين زاد الممثلين القلائل اللي ما خذتش تجربه تلفزيه او اذاعيه. نعرف اصحابك الكل تقريبا الممثلين عندهم برامج في الاذاعه في التلفزيون. هي وكانك محافظ على خط انا ممثل. لا موضه ولا انا جاتني فما بروبوزيشن وقت مع سفيان شو سامي الفهري حبني ننشط حصه مع سفيان شو؟ ما لا سفيان وحده وانا يعني باش نخدم قبل ما توقع انا اعتذرت له قلت له سامحني انا راني نعمل مسرح انا ممثل حاجتي نكون مع حد كرونيكور ولا حاجه كل شيء اما باش ناخذ الحصه اللي انا خاطر علاش دون لو طون كي كنا تخاف لا تفقد جمهور المسرح اللي حبك لا ولا تفقد بلاستك في المسرح لانه دخلت عليك تدخلت برشا اشياء الممثل المنشط اللي ما نعرفش شنيا صحيح شنية. تولي التيتر تاعي ولا التيتر الكبير حتى القباضه تولي تبع فيك فهمتني ولذا انا رجعت تاريخنا القبل وقت كنا في شارع الحريه ونحضروا في سهره السبت كان المرحوم نجيب الخطاب عنده وحاتم عمارة عنده حس انا مع حاتم نحضروا يعني دو سومين واحنا مربوطين في البيرو نحضروا كل شيء. هل انا باش ننشط ونضيع حاجات اخرى ما هذيك ما نجمتهاش يعني لكن بعد كي مشيت حضرت مع نوفل في حس وشفت الناس كل تخدم فما دي اسيستون يحضروا له كل شيء. علي انت اليوم هاك شفت. اي تبارك الله عليك جيت في الوقت انت. على الاخر. جيت قبلكم. فهمتني انا تخيل رجع بيا قلت له باش نقعد انا جمعتين ونحضر وسادعي في فلان وفي فلان وما يجيكش وفلان كذا كذا هربت من الحكايه. وحتى سامي قال لي يا خواف يا خواف انا شو نقول لك يا خواف خدمك مقدم في المسرح قال لي يا خواف قلت والله لا اما ما نحبش نتحمل مسؤوليه اللي انا نعرف روحي نخاف باش نقدها ما نقدهاش الله توفيق علاش لليوم ما عندكش بطوله مطلقه في مسرحيه كامله متكامله؟ مسرحيه يعني تقريبا البطولات المسرحيه الكل مشارك يعني نص معك انت مثلا ومع كما نشوفوا مسرحيه المذاكره وغير مسرحيه انت فيها بطوله مطلقه يعني هو المنشوك لا في المسرح في المسرح برشا ما تنجمش تكون لا يعني دور اول واساسي انت ديما حسب توفيق اللي حكيت معايا فيه تنجم تلم جماعه وتتعامل معاهم وتمثل معاهم هل انه العمل وقت اللي يحمل ممثل واحد يتحمل مسؤوليه العمل ككل طبعا خاطر تولي انت هذا الناس الكل وانت النهار اللي تبدا انت امباز ودرجه شنو يصير فيك الفاشكه تطيح ولذا خليها مربوطه كل الفاشكه الخوف المحسوب مش لا مش خوف احترام في الجمهور احترام المتفرج اللي جايك هو لتو انا في الوقت هذا مازال يجيني تراك ونرعش وحتى ندخل للسين وفما حاجات نعملهم يشوف مونات ونجري والدنيا باش ندخل في الكونديسيون مع الببليك نخرج من اللي كنت فيه باش احتراما للمتفرج وكهو مش هذا هو يعني فما حاجه متبادله وين وياه فما احترام تحب تحافظ عليه في مسيرتك صحيح الفنيه صحيح نقعد كيما هكاك تعمل دور ثاني هو بريزونس هو قوت الممثل حتى كي ياخذ دور صغير يعني يكون قال لي نجيب عياد في مسلسل ما حطوني قال قلت له ما عنديش خدمه برشا انا كذا قال لي انت قال لي تعمل اباريسيون تتكفل في فات اللعبه في فات اللعبه توفيق جيتني وجبت معاك كيف العاده جبت ليستا معايا ليسته عريضه مش طويله عريضه لا فيها قداش من عرض ديجا قلت لكم على بن عروس هذاك لو 9 لو 16 في نابل فهمتني ولو 19 في المركز الثقافي نتاع المنزه هنا منزه 6 لو 20 في المسرح البلدي بالعاصمه لو 23 في المهديه لو 27 في سوس لو 30 نرجعوا للمسرح البلدي يجيو يتفرجوا في المسرح يجيو يتفرجوا في المدك ما كومش خاسرين باش يشيخوا بالضحك احكوا شويه مع توفيق وبقيه الفنانين ايوا ومرحبا بالناس الكل واحنا في انتظاركم واحنا في انتظاركم شكرا لك توفيق مرحبا بك على الاستضافه الخفيفه هذه وان شاء الله كنا خفاف ان شاء الله ديما انت خفيف وخصوصا انك كل يوم تامن ضحكه حلوه برشا الجمهور التونسي والعربي شكرا لك توفيق نتمنى لك النجاح والتوفيق ان شاء الله نكونوا موجودين معكم نهار 9 ويكون معكم الجمهور التونسي وانت صديق خصيصا لوفان جيب حدانا المسرح البلدي بطبيعه الحال شكرا لك كونفيرمي لي ساي هاكا سجلت عليها كل الحاجز مؤكد ومضمون يعطيك الصحه توفيق باش نمشي ونشوفوا معز المثني في عرضه الطير المسافر وراجعين باش نستقبلوا باقي ضيوف برنامج الكواليس عشقتك بالذات أحبك في كل الحالات على حبك نربط ونقوم وخليه اللوام يلوم انت اللي عشقتك بالذات ونحبك في كل الحالات
عرض الطير المسافر ان شاء الله عجب الجمهور وخدمنا عليه وتعبنا عليه برشا، وكانت فيه ريشيرش كبيره من ناحيه المواضيع ومن ناحيه الاغاني اللي قدمناها. الحمد لله تعبنا وتعبنا ما مشاش خساره. هاكم شفتوا اليوم الفرقه اللي معناها اللي نفذت، والبرنامج الثراء نتاعو، وانتم واكبتوا الحضور المكثف الجمهور اليوم ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يعني الفنان التونسي راهو عنده جمهور، والمواضيع هذه واحد كيخدم عليها يلقى ناسها زاده. وكانت معناها اغاني متنوعه، شرقيه تونسيه مغاربيه، والانتاج الخاص اللي قدمناه بطبيعه الحال لاول مره للجمهور، شفتوا التفاعل كيفاش، والحمد لله معناها ان شاء الله باش نسجلوهم عن قريب. أغاني الزمن الجميل هي راهو الناس الكل متعطشت لها، هي المدرسة نتاعنا، ومعناها ما نجموش ما نسموهمش، وحاولنا بالتجديد باللي خدمناه اليوم جددنا، وفي خاصة كما قلت لك في البحث على الأغاني اللي تمشي على حسب الموضوع اللي خدمناه. يعني موضوع مهم وثري جدا، وإن شاء الله باش نزيدوا نخدموا عليه، وعلاش لا نعاودوا عروض أخرى في الطير المسافر إن شاء الله. عروض شهريه بالقيمه هذه، هاك شفتوا التنفيذ وشفتوا التجهيزات الصوتيه والاضواء، يعني مكلفه شويه لا محاله. صحيح هو انتاجي انا، ما لقيتش لا دعم، ما لقيتش مستثمرين ولا حاجه، لكن ان شاء الله نحاول باش نخدم عليها الحكايه مع الوزاره، ولا نخدم حاجه مع المستثمرين اللي يمنوا بالمنتوج هذايا ولا بالعروض هذه، وان شاء الله معناها نعملوهم علاش كل شهرين ثلاثة شهور نعملوا حفله مزيانه كي من هكا ان شاء الله. مغرومه يعني بالممثلين الكل، بالمغنيين الكل، بالفنانين الكل اللي هما يعني ام كلثوم، عبد الحليم، نجد صغيره، الوالد والوالده زيدا، هما حطوني يعني انا متربيه في عائله فنيه كبيره برشا، وقاعدين هكا نقدموا وكها ان شاء الله ربي يوفقنا. ناجيت زاير زاير، ناجيت زاير زاير للشيخ بابا بابا،
مولى الأشاير ناجيت زاير ناجيت ناوي ناوي القلب مهموم بالحب ثاوي زورة لسيدي تمحي المساوي ويعود قلبي قلبي بالفرح ناير ناجيت زاير. يظهر لي كل واحد منكم اليوم يتفرج على الوطنية فرحان برشا بوجوده بحضنا، لأنه قديش من سهرية وقديش من نهار حلو عديتوه مع مجموعة كبيرة من الأصوات الحلوة برشا بعرض اسمه زيارة، قاعد يحقق في نجاحات مش في تونس برك وإنما خارج حدود تونس، مؤخرا كانوا في مصر وعندهم تورني كبيرة برشا داخل وخارج ولايتنا في تونس وفي العواصم العربية والأوروبية. هذيك علاش أنا فرحانة برشا لأنه من أحلى الأصوات تشوفوه من أول من بداية الزيارة إلى آخر الزيارة. هدي ميجاني أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. محلية قاعدة. محلها وان شاء الله نكونوا ضيوف خفيف. لا ديما خفيف. هادي كي نسمعوا الاغنيه هذه بالذات نحسوا فما حاجه مختلفه، نحسوا فما بالحق احنا ماشيين في زياره، في فرجه، في متعه فنيه. ايه نجيت زير تحيه العلم نتاع زياره. تخوفك الدخله نتاعها؟ لانه الناس تحسهم هكا من غير ما تشعر، الناس الكراسي تطير تيقف العباد الكل في الاغنيه هذه بالذات. هاني قلت لك معناها عندها وقع كبير عند الجمهور، مشيت في لسان تحفظت يغني معاك الجمهور حفظها باركور، ما عادش نجم تنحي نجاه زير من زيارة، تنجم تبدل كل شيء الا نجاه زير الا نجاه زير. اليوم كل واحد منكم نجم، تحسوا النجومية؟ تلمسوها في حب الناس، في حب الجمهور أكيد. في الشارع، احكي لي لانكم عادة تغنيوا وتروحوا. فمش كونتاكت كبير بينكم بيننا نحن كاعلام، تصريحات على جست العرض كيفاش كان كها، نحبوا نعرفوا الشعور هذاك كيفاش تكونتاكتيو العباد. صحيح ممكن اعلاميا غايبين شويه نحن. ايه. لكن تحس النجاح في عينين الناس. ايه. في عينين المتلقي كي تخرج من بعد سبيكتاكل تلقى الناس تستنى فيك. اللي باش يشكرك واللي باش يتصور معاك وكل ترحاب سخون، معناها تحس انك قاعد تقوم بعمل متميز يفرح في الناس. هذاك هو النجاح. ان شاء الله نكونوا وصلنا للجمهور حاجه يحسها ويحبها، اللي هو الانشاد الصوفي والكانون والبخور والزغريت والاتموسفير هذاك الكل. تتخمروا مع الجمهور ومع الحال الزياره؟ اكيد. انكم نشوفكم حتى تحسوا في روحكم هكا كانكم ما تكونش في كونتاكت مع الجمهور، كل واحد منكم يحلم باغنيته ماشي مع الجمهور ومتخمر. ظاهريا مانيش مع الجمهور لانه كل واحد عنده دور يقوم به سرسان. انك قاعد تقوم بدور، انت في زاويه قاعد تقوم في دور وتغني، لكن عندك علاقه بالجمهور. بلا جمهور ما تنجمش تقدم عمل. ما تنجمش ما تلقاش الانرجي باش تغني. ترى الفرحه في عينين الناس انك تبدا تغني ولا زميلك يغني ولا كذا والجمهور متفاعل معاك، سياح وهيجه وتزغريت وذاك الكل. شكون اكثر واحد ياثر فيك في الاولاد اللي بحذاك يبداو في الصفه الاولانيه؟ اهي اج واحد مهدي. مهدي العياش. عرفتوا نشوفوهم بعد؟ انا اكتشفت اخويا في الكليب، انا نقول هذا مهدي هذاك انت. لا 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 الكليب هذا بالحق ورينا مهدي على حقيقته. الكليب يحكي على مهدي. يحكي على مهدي. ما فماش شخصية مهدي في الكليب. أنا ما نتصورش الكليب هذاك غني واحد آخر. يستحيل. يستحيل. ما يكون كان مهدي العايش. كان مهدي العايش. بلادة مهدي العايش. قداش اليوم زيارة حققت لكم نجاح كبير برشا وأثرت على الصورة النمطية اللي استنسنا بها في الإنشاد، لأنه يعني الإنشاد غيرت له تصويرته وحبيته ولا كرهته بالغنايات بالريتم بالتصويرة بالديكور بكل شيء. اكيد معناها انك باش تستعمل نمط ساعة موسيقي متطور كما استعملوا سامي، فكره جديده. ايه. وفكره ريناها لقات نجاح وحب الجمهور. الجمهور ولا يعرف حتى الغنيه اللي بعد شنو.
يا ايه ما عادش عندكم الحق باش تغلطوا ميلا ردوا بيكم. ما فماش ما عندناش حق باش نغلطوا. الريتم جاء الناس باش تتفرد. اذا كان انت تلقى ما شاء الله كل عرض اجي شي فيرمي وناس من الخمسه سبب معناه قبل بثلاثه سوايع من سبيكتاكل ناس تستنى سي ناس جايه باش تتفرهد جايه عن تستنى في حاجه تحبها يجي يتفرهد يلبس بعد المره تحط اللي شارب واللي يلبس كابوته ويروح جاي خذا زريقته وروح بالزياره. اليوم شنو زريقتنا باش نسموها تا لينا والجمهور التونسي اللي يتفرج فينا من الانشاد ومن المتعه الفنيه سمعنا هي دي انا جايه اليوم انت وما ديش نستغلكم فنيا خاطر العباد يحبوا يسمعوا كابيلا مزينه هكا صحيح العرض ما يوفيش بحق الجمهور قداش من مره يقعد يصفق الجمهور وانتم ما ترجعوا هكا ولا لا في القبه حضرت لها في برشا مرات الجمهور يفككم انتم تبداو باي باي وهما لا يبداو يقعدوا يصفقوا واقفين مش باش الجمهور التونسي مالا اليوم باش نشبهوا فنيا نسمعوا حاجه هيك من زيارة زادة ما يسالش من زيارة ومن بعد عمل لنا حاجة اللي تحبها أنت نعرف به. اللي تبارك الله عندكم ما شاء الله من الغنايات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله وبالله جل والحمد لله والصلاة دائما عليك يا رسول الله محليها الأغاني هذه الاغاني اللي مستعمله في الزياره تحسهم انهم اغاني كانوا قدم ولكن بالتجديد نتاعهم وصلوا للجمهور التونسي كانوا اغاني تقريبا نصهم تحسهم كانوا في موجودين صحيح عنا لكن مهمشين في وسط برشا اغاني ناجحه هما موجودين لكن ما خذوش حظهم شوف باش نقولوا ما خذوش حظهم ما فماش شكون وصلهم ايه لانه تو في الطرق السلمية ولا العيسوية ولا الفياشية ولا القادرية فما برشا موروث فما ناس عندها الغرام وتمشي للزوية وتمشي سيدي بالحسن وتبعوا العيسوية وسيدي بوسعيد وهذوكم الكل فما ناس في ديارها تسمع بيهم اسمع هيت نهزوا نحن اكل موروث كيفاش نقولوا نهذبوه نطوروه موسيقيا ونهزوه للمتلقي نلقاو فما ناس تجاوب معاك فما ناس وليت تحب تسمع باش بالعروض الدينيه هذيا والصوفيه زياره وغيره 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 نحن نحاولوا انه نخدموا الشيء هذا ونوصلوه للناس ويحبوه خاطر انا حسب معناها تجربتي اكثر حاجه سهله انك تنزل للناس هي الحاجة اللي تتعلق معناها بالروحانيات. بذكر النبي، ذكر معناها ذكر الله، مدح الرسول، وتسكي هذا الأولياء الصالحين. يحب الشعب التونسي يحب الجو هذا. علاش قبل ما كانش فما هالرغبة وهالجري وراء العروض الصوفية قد ما هو توا؟ حتى نسبة العروض اللي قاعدة تزيد اللي هي في ربما فما اللي نسخ، فما اللي يقول انا ليه انا مانيش زياره، وفما اللي يقول ليه راهو نحن استنسخنا شويه وخذينا شويه، معني من العروض اللي قعدت تتعمل في مختلف الفضاءات، وحتى انتم راهو تتقارنوا ويقارنوكم. ليه نحن كي تقولوا انت قداش تقرب ولا قريب ولا اخترت انك بعض الاغاني، يقول لك لا لا انا ما شبهش لزياره، كانكم انتم اليوم محطوطين انكم حاجه عملتوها ما يلزمش الناس الاخرين يستنسخوها. اون باراليل قاعدين يجبدوا من التراث ويعملوا في الاغاني، كانكم حليتوا لهم ثنيه هكا. والله مش حالين لهم ثنيه خدمه برشا برشا فيها معناها برشا ناس خدمه الجو ربما سامحني هذي قبل يقول لك انا ليلى باش نعمل عرض صوفي شكون قال انا باش ننجح فيه ولا باش يجيوا الجمهور حليتوا ثنيه انا ثلاثه ولا اربع عروض اليوم قاعده تتقام وتتعمل برشا نسمعوا انا لطفت انت قلت برشا 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 معناها تقلقكم؟ لا ما تقلقني انا واحد من الناس ما تقلقش لانه انت تعرف العمل اللي عندك شنو عمل متميز صوره وموسيقى موجود تشوف لي كونكورون تاعك معناها الناس كل تخدم ربي عينها اما معناها
انا ما نحطش مقارنه، نتفرج اللي فما اللي نعطيه راي، فما شكون استدعاني يخدم عمل مشيت شفت اعطيت راي ونشجعه. معناها ما نجمش نقول له لا خليني نحن الزياره نخدمه، لا تبقينا انت تخدم في برودوي مش نحن باش نجحوك، مش الزياره ومش هادي ميجاني ومش فلان وفلان، العمل نتاعك هو اللي باش يحكي عليك. كي باش تقلد راهو فما ناس ما تحبش التقليد، تحب الاصل. يقول لك نسمع تو انت نفس الاغنيه تغنيت في الحضره وفي الزياره وفي درشنو وندرشنو وندرشنو ما نسميهوش خير، لكن هات الجمهور من عند شكون؟ فما انا نعرف جمهور يتبع يمشي الحفلات الكل وبعد يغربل، وبعد يغربل ولا هو حر، لكن هو وين يلقى ساعات الجمهور من اللي مجرد اكتشاف العرض راه ساعات يسمع بعرض جديد قول خلينا نشوف باش بعد ما تقولش ايه صارت، لانه تقدم عمل كوريو الشعب التونسي تنسني صحب الاتلاية وشوف اش فما وشنو قاعد يصير وبالك شات العرض به وخسرناه ما شفناهش. اي انا عندي شكون زميلي محضر زاد عرض باش نمشي نشوف، مش النسنس لانه هو زميلي. نحب نشوف اذا فاش نجم ننصحه فاش نجم نعاونه يقبلوا بربي. باش نسالك هادي كي تبدا انت عندك عمل فرجه وينجح ومعناها عندك جمهورك وكل، كي تجيب صاحبك ولا صديقك ولا صديقتك ولا غيره باش يعطيك مثلا تقول بربي يتفرج معاه ياخذ بنصحك ولا يقول لك لا انا ما حبش يعطيني بالحق الصحيح خاطر هو نجح ما يحبش عمل اخر، ولا لا مازال فما هكا على الاقل الرقي نقولوا الفني انا جايب هادي مش على خاطر هو يعمل في زياره مثلا يمشي العرض اخر يقولوا لا فك عليك وبدل ودرا شنو ما يسمعش كلامه. لا لا انا شخصيا فما غيره فنيه لي ما يحبنيش ننجح مادام قال لي لي وبدل وكل ما يحبش ما فماش نجاح بالسيف. ما تنجمش انت تفك قلب الجمهور بالسيف، اذا كان انت ناجح راه خدمتك. انسان يعيط لك سياسه تثقيفك صحيح باش يقول لك شوف معايا شنو النجم نضيف وشنو الناقص، وهذه كل امكانيات، فما انسان حسب امكانياته. صحيح. ما تنجم تنصحه انت تعطيه فكره ربما اللي هي امكانياته ما تنجمهاش. لكن ما عندوش الامكانيات. صحيح. معناها يعني زياره لقات الامكانيات. اعمال اخرى. يعني المنتج محمد بودينا امن بالفكره صرف عليها ونصيبك. نصيبي العزيز. نصيبك. نصيبي العزيز. امن ويصرف وديما يصرف. يصرف باش يلقى. صحيح. كي ما صرفش راه ما كانش في شكل وحجم العمل هذايا راه. شوف الاعمال هذيا ما تنجمش تصرف تلقى ربح. اصبر عليه شويه. لازم تصبر. محمد ذكي في الامور هذيا. ربي باقي عليه الستر. ربي باقي عليه الستر. تحيه لمحمد على تحية هو محمد وسامي النجمي. وسامي النجمي. محمد صح. يصبر. يصرف يصبر. تبارك الله. تشوف النتائج. تو النتيجه تتكلم وحدها. ما فماش ولاية تمشي زيارة باش تلقى انه فما دوت ما يجيكش جمهور تنسيوها من بالكم. نمشيو باش نخدموا قدام ناس باش تشيخ وتضحك وتعمل جو. إلى اللقاء. هاي برا نسمعوا حاجة من هيدي. تحب تسمعني من عندك أنت حاجة هكا؟ إلا يلزاني بالقمر ونجوما ولا زاغي بشيخي بابا سلوما إلا يلزاغي بالقمر وتما حضرته مرسومة. لا لا على فكرة عندي حنيفة ولا الحضرة لو زين. اي نعرف والله انت غنيت وين تذكرت اليوم تحس فما حنين المدرسة زادة كانت وما زالت انطلاقة نتاع الانشاد والعمل الفرجوي الكبير اللي هي الحضرة.
اكيد. انا حبينا لكن احنا اول انطلاقه أم المدرسه الاولانيه اللي بدا فيها العمل الفرجوي الكبير برشا واللي لمت الاصوات التونسيه والموروث التونسي الكل. الحضره لمت 400 واش اه. فما حتى اصوات ما كناش نتصوروها كانت تغني في الوتري لقيناها في الحضره. اي كي كريم شعيب و ايه نور الدين الباجي. نور الدين الباجي عليا بالعيد. تحيه لهم. تحيه لهم الكل. ما نجموش ننكروا وقع الحضره اللي نشوفوا فيه اليوم. حتى ولو بعد حين يعني حتى ولو بعد 23 سنه لانه يعني عمرها على 23 سنه. راهو شوف تسمع الزياره معناها الناس تسمع الزياره وتسمع الحضره. تبقينا الحضره توا ما نعرفش شنو هو اللي قام فيها وربي عين الناس الكل. مانيش باش نحكي على الحضره كعمل، انا نحكي على الحضره كمدرسه. معناها عمري 20 سنه وقت اللي عيط لي فضل الجزيري وبون سمير صيصي يذكره بالخير قال لي راك باش تمشي معنا لاسبانيا الحضره. زدت ما خدمتش. وقت اللي الحضره انا نقرا رابعه ابتدائي معناها كنت نحفظ الحضره من اجوز كزيد والنادي عملنا نادي الحضره في المدرسه كانت مدام هاديه ربي يذكرها بالخير تلم في الاصوات وخوي الكبير ما يحبش يخليني نمشي هو يحب يمشي يغني. بديت المعارضه من الدار. بديت المعارضه من وقتها. نهار استغليت انه خويا ما جاش دخلت لها قلت لها مدام هاديه نحب نغني قالت لي ترى غني غنيت اللي زي كانت الانطلاقه من غاديك الغرام. بديت الحكايه. بديت هكاك امي تقول لي يزي ما عادش تغني نبدا وحدي في البيت تقول لي ما عادش تغني ولا بابا كيف كيف يقول لي خلينا نرقدوا وبديت نحفظ دخلت للسلميه. الانطلاقه قلنا بديت من الحضره. الحضره كان نحكيو عمل متميز لكن نحكي انا ممكن زاد اللي ما نجمش ننساه انه المدرسه سي الفضل الجزيري مدرسه لا يستهان بها تتعلم منها برشا هي اللي تخليك من بعد حتى اللي مشيت كي مشيت للزياره ما لقيتش صعوبه. اقلمت مع على مستوى المجموعه على الغناء على السين على كل لقيت روحك حاضر. اي سينيكمون حاضر. سلكت على سامي لقى حاجه حاضره. والحمد لله. الحمد لله معناها تتعلم قاعدتك وقفتك تعامل مع الجمهور وين تغزر هذوما كل اي عمل بصفه عامه سواء كان زياره ولا الحضره ولا غيره. راهو باش تتعلم منه سواء بالباهي ولا بالخايب. الحمد لله اللي عندنا مدارس على الاقل والحمد لله ديما الحياه تستمر وماذا بينا اكثر اعمال تكون فرجويه وحلوه. هذه فرحت برشا اللي كنت بحذاها اليوم دردشه رجعنا للذكريات. نحب نودع كما بالغناء زاد الله غالب. زيني من الغناء. من بعد مهدي باش يكمل عليك العين الطماع. خلي مهدي ولا خلي مهدي يكمل عليك. يعطينا حاجه من القديم نعرف اللي مش جوك برشا الحضره. نتوسل بحبيب الباري نتوسل بحبيب الباري نتوسل بحبيب الباري الجدي طه المختاري نتوسل بيك يا إلهي صل عليك فوالذي مهربنا إليك يوم الحساب القرار. يعطيك الصحة شكرا لك هيدي كنت فرحانة برشا لأنه عادة كما قلت ديما نراكم في زيارة محليكم تغنيو اليوم حكينا دردشنا رجعنا للذكريات وحكينا خلفيات والأعمال اللي قاعدة تعلق معاك وفي ذاكرتك. مرحبا بك تو ماما في برنامج كيف شكرا لك تحياتي الكل كيف زيارة شكرا لك باش نمشي ونشوفوا كليب حلو برشا العين الطماعة نشوفوا شكون مولاها وعلاش الأغنية هذه أنه خرجته من جو اللي كنا نحكيو فيه زيارة إلى جو آخر فني. عيني الطماعة تستنى الساعة ورا الساعة والقلب وجاعها كبرت واش اللي داويها عيني الملهوفة تستنى باللحظة تشوفها قلبي من خوفها يرتاح كيف يلاقيها عيني الطماعة تستنى الساعة ورا الساعة والقلب
تشوفها قلبي من خوفه يرتاح كيف يلاقيها وعلاش يا نسيتيني جعلتي عيني تمطر ودمعا على طللي ذكرى وعلاش خليتيني احلم ببيت جميل يجمعني انا وياه وعلاش يا نسيتيني جعلتي عيني تمطر ودمعا على طللي ذكرى يظهر لي كليب حلو يسهل انه يكون الصوت الحلو اللي تعودنا به زياده في زياره انه يكون موجود بحذنا ياسر حلو الجو اللي عملوا في الكليب هذا خصوصا انه احنا في الساحه الفنيه التونسيه محتاجين للتصويره هذه اللي تكون من عمق تونس بالجمله الموسيقيه وبالاحساس هذيك وبك الجو التونسي. مهدي اهلا وسهلا مرحبا بيك. يعيشك نعيمه مرحبا بيك فرحان برشا موجود بحذاك اليوم. يعيشك الجو هذا انا نعرفه وقت تبدا في الكواليس في زياره تعملوا اول يوم لقيته في الكليب كما قال هادي اللي ما يعرفوش ديك هو فما والله هو يقولوا لي انا مشاغب برشا ولا ما ولا اتهامات شني؟ باطله اتهامات باطله. والكليب هذا شنو الكليب هذا حاجه من الحاجات الشخصيات اللي موجودين في مهدي عياشي كل مره نخرج شخصيه. مهدي الاكتفاء بزياره ما كانش هكا بالنسبه لك انت انك مدرسه اخرى لازم يكون عندك شخصيه حسيت في الكليب هذا شخصيتك محفوظه في زياره فكشكل الفني نغاره وكلغنا حبيت شكل اخر باش ما يقولوش العبيد هاك كوبي كولي من نبعدوا عن النمطيه ديما نحاولوا نلوجوا على حاجه جديده لون جديد
ستيل جديد خدمت عليه قبل انا من قبل حتى الزياره، ومن بعد في الزياره تليت بالزياره اون باراليل يعني لانسيت البروجي نتاع عيني طماع. شنو اللي شادك في البروجي هذايا؟ الكلمه احنا شفنا الكلام التونسي، شفنا الجمله الموسيقيه، شفنا الغناء، شفنا زاد حتى الرقص كان شعبي تاعنا تاع الحوم. انا ما استعملتش ابهار كبير، لعبت على البساطه، حبيت نخدم حاجة بسيطة جدا يعني كيما حبيت نصور الريف التونسي العادي. نحب نحيي زاد فين تصورت؟ الناس كل سألتني. فوالا صورتها في منطقة اسمها الحوفية من معتمدية حفوز بولاية القيروان، هي المنطقة اللي ننتمي إليها أنا ليهم. يعني العياشيات الكل من المنطقة هذيك نحب نحييهم برشا، عاونوني برشا، ونحب نترحم زاد على مدير المدرسة الابتدائية اللي حبيت نصور فيها اللي هو توفى ما عندوش برشا، الله يرحمه، محمد علي عياشي الله يرحمه. دونك الأهالي هذوك ما حبيت نصورهم كيما هما، البساطة هذيك حبيت نعكسها، موجودة ديجا في الكلمات، فما مزج ما بين العربية والفصحى. كيفاش جعلتني أحلو؟ وعلاش نسيتيني جعلتي عيني تمطر دمعا على طلل ذكراك، وعلاش خليتيني أحلم ببيت جميل يجمعني نايا وياك. فوالا دونك الميلونج هذايا هو اللي عطاه الحاجه اللي تشبه للتوانسه الكل. يعني كان شفتوا يعني الكليب نجموا نزيدوا شوفوه على الباج مهدي عياشي وعلى الشين يوتيوب نتاعي زاد. يعني ناقص كان البحر ونجم يمثل تونس الكل، فما الصحراء فما الرمال. وقتاش تعمل لنا حاجه فيها البحر؟ اغنيه جديده؟ والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، المشروع الجاي اكيد باش نكرم بيه بنزرت. المشروع الجاي انا باش نكرم بيه بنزرت. يظهر لي باش تعمل تغني على الولايات الكل. اني انا مسقط راسي بنزرت، والتكوين يعني الموسيقي كل في بنزرت. يعني حبيت نبدا البدايه من القروان في عيني طماع، خاطر الاغنيه فيها ريحه الريف. ولكن العمل الجاي شنو معناها علي اسمع عيني طماع؟ شنو هي هذه؟ مربوطه بقصه ولا هكا يقول لك ولا عيني طماع ولا عينها طماع؟ عيني على عيني طماع تعكس التونسي، التونسي طماع يحب الحاجه الباهيه، ديما يحب الافضل، حاجه الباهيه فوالا، دونك ديما يطمح للمزيد للمخير. حتى في الزياره احنا عينا طماعه في الزياره، ديما كي نخدموا مثلا كيما سنات برك الله عملنا 3 مرات كارتاج، عملنا كومبلي عملنا ريكور، عام الجاي ان شاء الله 4 مرات، ديما العين طماعه، ديما المخير. المخرجه قالت لك عينينا طماعه واذنينا طماعه، سمعنا حاجه سمعتكم حاجه حموده قالت لك راه اذنينا اليوم طماعه. من الزياره ولا من اعطينا الزياره ساعه نغاره للناس الكل. نغاره اي ارتبطت بيك، الناس الكل تطلب فيها، وفي كل عرض يعاودوا لي مرتين وتعبوني. نغاره يا سيده يا نغاره يا سيده نغاره، دبر عليا بدمارة يا سيدة. ليلة أمي يا محلى ذكرك في فمي، ليلة أمي يا محلى ذكرك في فمي، أنت اللي تجليلي همي، أمي حلوة ومصرارة يا سيدة نغارة، يا سيدة يا نغارة يا سيدة نغارة، دبر عليا بدبارة يا سيدة. مهدي يعطيك الصحة، الغنية هذيا كيما اللي نتاع ميغاني، زوز غنيات أو 3 غنيات في الزيارة هما اللي عملوا التيتر الكبير نتاع الزيارة، إذا ما غنيتوهمش الناس تفد عليكم. بالنسبة علاش وصلوا الغنيات هذوما فيس على الجمهور؟ تحس كونتاكت ديريكت مشى معاهم، يعني حتى العباد يقوم يوليو في سنة أخرى. الغنية اللي غناها هادي اللي هي ناجي جاي تزاير، يعني اللي نبداو بها هذيك كما قال هو الجينيريك وتحية العلم والنشيد الوطني نتاع الزيارة اللي قال هو، هذيك المحور نتاع خدمة الزيارة. دونك يعني الانطلاق من غادي، وهي أغنية يعني عندها علاقة بالساحل وبسيدي عامر، دونك مباشرة الأغنية ذي تنجم من صميم الزيارة والطريقة العوامرية. بينما نغارة واللي جاتك بدخيل هو شوية هكا انفتاح على 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 المناطق، كما قمنا في نوبة بوعلي النفطي، من يعني في كل نحاولوا باش تكون الزياره تمثل تونس الكل. يعني فوالا دونك جات الفكره انه يخدم نغاره ويا ليلى جاتك بدخيل والله ويا الله ولاد بن عيسى وبعض الاغاني اللي مثلتهم انا بحكم انا يعني تكويني الموسيقي بنزرت وخدمت سلاميه في بنزرت، لقيت روحي حاضر فيهم. سامي يقول لك قاش كسر راسي برشا مهدي حاضر يلا لانسي فوالا. مهدي تفضل غنينا، قال لك وكهو
اه اغنيتك وبرا غنيتك. هاكم هاو التراث نتاع بنزرت اللي انت تمثل بنزرت في الزياره، تفضل سيدي. اي وريني اش تعمل. ما تحكي حتى حكي، الاغنيه هذه سمعتها لسامي وريتها له قبل شاورته؟ انه نعرف الاستشاره الفنيه مش نحكي انا وحكم ما نك معاه في الزياره. فما يعني تجمعنا صداقه خاطر ريتو قال لك كذا عيشيت. فوالا هو سامي يعني كان من الاول من المشروع يعني قلت له راني نخمم باش نعمل كليب كذا، سمعته الاغنيه نصحني في حاجات، كان يعني يقول قايل نورمالمون هو حاجه باش نجم تبعدني على الزياره يخمم فيها يقول لا بيناتنا هي باش تبعدك ولا لا؟ لا ما تبعدنيش مستحيل، انا حاجه زياره نعيش بها في كل يوم والتراث الصوفي بصفه عامه. وهذا اخر فن تاخذ فيه في ديما الواحد كيما يقول لك يلوج على حاجات اخرين في حياته، انا زياره تحصيل حاصل. انا موجود في الزياره ولد الزياره ونعيش بالزياره ومواصل في الزياره، ما دام فما زياره ان شاء الله نكون موجود معاهم وكا. ما تجي الاغنيه هذه بعدها فما سيدي فما برشا اغنيات ولا باش تشوف وتقيس شنو رد فعل الجمهور بعد هالان باش تستمر في نفس الاغنيات الشكل هذه ولا مهدي عنده زاد حكايات اخرين يحب يعملهم؟ وفما برشا الوان نحب نجرب فيها مثلا خلينا نعرفوا شويه بخلص. المهم تونسي اللون البدوي التونسي يعني نجم من ننثر غبار على اغنيه قديمه نعاود نجددها نجم ما تحسش اللي انت اليوم مثلا الاغنيه هذه تنجم انت بيدك غدوك تخلي اغاني زاد للجيل الاخر علاش ديما قعدنا نفض انتم اللي جان الصغار اللي عندكم مثلا جمل موسيقيه وعندكم تصويره مزيانه علاش ما نبداوش في جديد ولا انت هكا تفكر لا الاغنيه هذيك جايه على بالي باش نعاودها بطريقتي انا؟ هذاك واجبنا نحن كفنانين انا نحاولوا باش ناخذوا من التراث نحاولوا يعني نحطوه في شكل مواكب فوالا مواكب للعصر ويكون يوصل خاطر الهدف النهائي نتاعنا ان ننهضوا بالموسيقى التونسيه نتاعنا ونصدروها للخارج كما قاموا موسيقيين الراي في الجزائر وكما موسيقيين الاتراك دافعوا على موسيقتهم وصدروها للعالم. نحن علاش ما نصدروش موسيقتنا للعالم؟ عندنا برشا ثراء في الموسيقى نتاعنا التونسيه فوالا دونك لوكازيون هي بحكايه كيما هكا كيما التجارب البسيطة هذه إن شاء الله نكون وافقنا فيها مكا. مهدي زيد سمعنا حاجة. نسمعكم حاجة. اليوم العين الطماعة والوذن السماعة. وذن السماعة. هكا في الكليب الجاي حطها. نسمعكم حاجة من زيارة ولا من اللي تحب. أنا نحب نسمعكم حاجة من القديم شيخ العفريت. يا هاي. زمن نار تتفاشي ونبرة من وجعاتي تكوى قلبي بقداش من جمرة فوق جرحاتي يا حبيبي طولت الغيبة ناري لي صعيبة وهان عليك خليتني غريبة دمعي سكيبة زاد ليعاتي. يعطيك الصحة ياسر حلوة قداش رجعتنا للزمان محمود. اي نعم اي نعم هذاك التراث نتاعنا القديم اللي نحبه وديما ندافعوا عليه وديما ننزجوا على منواله في حتى في اعمال جديدة في كلام جديد. عيني طماع هي من كلمات ياسين الحمزاوي باش ما نظلم حد. باش ما يتغشش علينا نقول مثال. كلمات ياسين الحمزاوي الحان وتوزيع امين القلصي المبدع. اخراج زادة. اخراج مروان الرياحي. فوالا مونتاج وايتالوناج وبوست برود الكل يعني عند روم 420 نسلم عليهم برشا الاولاد شكرا لهم على الكليب الحلو. ما تجي انت عطيته بالفكره ولا هما اقنعوك بفكره معينه؟ عمل جماعي عمل جماعي. انا عطيت فكره من الاول. مشينا فيها شويه ونقصنا منها زدنا حاجات ديما نمن بالمجموعه انا ما نحبش شكل التعسف وكل خاطر كمان واحد في بدايته وينجم يغلط برشا اغلاط يتعلم من 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 الخبرات نتاع الناس اللي سبقته وان شاء الله نكون وفقنا في في العمل. قالوا لك العبيد في الشارع لانه اي عمل النبض يكون في الشارع التونسي. في الشارع التونسي ديما ما قعدوش يتذكروا الطفل هذاك اللي غني في الزياره مش هذاك نتاع الزياره قعدوا يقارنوا الكليب خاطر مازال كي يعني طلع يعني مازال كي فريشك يعني واول عمل مش باش يكون يعني الناس كلها اللي تستنى في الشارع تحاول تقف تصور معاك ولا اما كومام فما ردت فعل باهيه
فما برشا يعني ردة الفعل كبيرة هي في مواقع الاتصال الاجتماعي للفيسبوك والانستغرام، كل الناس كل يعني فرحانين بالخدمة وشجعوا فيا وواصلوا وماذا بينا تعاود لنا حاجة من الزيارة تصورها. وفما برشا مثلا يقترحوا عليك بما انه من الجمهور، شنو اللي مثلا العمل من الزيارة تنجم انت تعاود تبدلوا تعملوا كليب الغنيت كل غنيت لاولاد اللي معاك؟ غنيتي انا ولا غنيت الاولاد؟ ما فماش غنيتي ولا غنيت الاولاد، يعني غنيت زياره كل غنيناهم وكل ما بعضنا وعودناهم وكل مره يغنيهم حد يعني كل مره يبدلوا. غنيت ميجاني تصور صعب شوي. غنيت ميجاني صحيح صعب شوي، عندك الحق، خاطر كان هنا ومازال هوني راه مادام مازال هوني ما نجمش نقول كان حاجه باهي على الميجاني خاطر غنيت كليب من عنده حاجات في الزياره. شكون بربي كان تعليقه على الكليب؟ لا فرحانين الاولاد ولا يشجعوا فيا، تعاليقهم ايجابيه وحاجه باهيه انه من خاطر مش بالسهل ماديا صعيب انك تعمل عمل يعني ما يشبهش للزياره وعمل فيه برشا ما كانش عندك الخوف من انه التصويره اللي وصلت للعباد في عمل فرجوي كبير تكسرك الصوره النمطيه اللي انت تعودوا بيك فيها؟ ما خفتش؟ ما حسبتش حساباتك؟ قلت ربما والله عملت برشا تجارب انا قبل الزياره يعني. ولكن الزياره راك قعدت فيها مده وعملت لك تصويره، هي اللي عرفتني، هي قدمت لي البعد وكسرت لك الجمود اللي كنت فنيا ما بينك وبين الجمهور التونسي. صحيح صحيح صحيح، هي اللي شجعتني زاد باش نقوم. انا برشا ناس يقولوا لي هذوما باش يخرجوا باش يعملوا اغاني دينيه من بعد. مش بالضروره، ولا مش بالضروره يعني نتعامل مع الموروث الصوفي، الموروث التونسي البدوي المالوف، نجموا نعملوا اي عمل يعني. مسعد مهدي باش توصل الاغنيات هذيا بالبساطه بالبحث الفني هذيا ولا اغاني اللي كانوا موجودين في زياره لانك جربت واغانيك الخاصه بك؟ اما اسهل بالنسبه لك انت الاغنيات يوصلوا للجمهور التونسي؟ والله انا اخترت اثنين صعيبه الحقيقه يعني كان يعني كنت كان عودت غنايه قديمه اسهل وعاودت التوزيع نتاعها وقدمتها في شكل فيديو كليب ممكن كان تقبل الناس اكثر خاطر ماك تعرف لحن جديد وكلمات جدد وجمل موسيقيه جديده وفنان جديد ماهوش معروف يعني ما نحب ولا نكره يعني معروف شويه في الزياره وشويه اعمال قبل يعني معروف في الساحه الموسيقيه برك يعني لي ميوزيسيان يعرفوني ولكن الجمهور العريض هو اكثر وهو اللي حاجتي به اكثر فهمت ذوما زملائي تحصيل حاصل نحب نقدم حاجه ديما للجمهور ونوصل لهم يعني فوالا دونك اخترت اثنين صعيبه وان شاء الله في مراحل اخرى نبدل كل مره استراتيجي مره جاي مثلا. وقتاش المره جاي فما عمل اخر؟ وقت اللي تتوفر شويه ظروف يعني عمل استراتيجيه بعد 6 اشهر نتاع بالطبيعه قديش. بالطبيعه ان شاء الله بعد شهرين ثلاثه من هنا فما كليب ولا اغنيه؟ كليب صعيب شويه الكليب المهم عمل بعد. عمل اكيد لا ما عادش باش نوخر برشا على الجمهور يعني انا فما عندي اغاني من 2008 تعاملت مع نوف المانع وجابر المتيري من 2008 يعني بجد بعد عيني طمع بعد 2018 يعني فما 10 سنين كان باش نعمل اغنيه كل 10 سنين ما نشيك مهدي 2028 مهدي 2028 عنده اغنيه جديده ياسر كان وخر على الجمهور نجمو نسمع حاجه مهدي نسمع حاجه اي قل زياره حاجه من زياره حاجه من زياره اللي ما عادش تغنى الاغنيه هذه تعز عليها برشا وتحيه تحيه ما عادش تغنى خاطر قاعدين ديما نجدوا نحن العرض الزياره من عام لعام ديما نزيدوا جديد وفما الاخر يقعد في الملحق يقعد حتى في الذكرى نتاعك يقعد بيك تعاود يقعد فما غنيه تحيه لايمن بن عطيه كان يقول فيها ايه صلاة على النبي الخاتم حبيب المولى خير أولاد هاشم الصلاة أعلى على النبي الخاتم حبيب المولى خير أولاد هاشم باسمك يا ربي نترنم ونسمي نصلي ونسلم على النبي الأمي يغفر لي ويرحم أبي مع أمي وكل مسلم جميع المآثم
بارك الله عليك وعلى صوتك مهدي. تحيه ليك وكل الاولاد اللي غنيوا في زياره والغنيه الكل حلوين. يعيشك ونتمنى لك نجاح وتوفيق في الكليب هذايا. وكلمه اخيره للجمهور وكنيسك، نعرف لي برشا ناس يتفرجوا فيك اليوم، ماذا بيك تحكي لهم حكايه هكا ولا تقول لهم ميساج؟ نقول لهم يعني يتابعونا في عرض الزياره، اللي بما انه هو اللي العرض اللي قربنا للناس وعرفنا بالناس وعنده فضل كبير عليا انا. وتحيه لسامي اللي قاعد ديما يحاول يجدد باش يوصل لقلوب الناس، يعني مش قاعد يخدم في عرض الزياره مش كيما في 2014 مش كيما في 2018، دونك ديما نحاولوا نحن نقدموا حاجه باهيه للجمهور ونواكبوا العصر وتقدموا الاضافه على الاقل في مستوى البحث على الاغاني القديمه في صوره وتصويره حلوه جديده. بالطبيعه هذاك زاد تراثنا باش نخليوه مهم جدا اليوم نقدموه في شكل وفي صوره ونسوقوه وتصويره ونسوقوه. عندكم تورني برا في بالي؟ اي ان شاء الله ان شاء الله فرنسا. عندنا تورني ان شاء الله في فرنسا، ما عادش حتى شيء بيتخبط. ياسر ان شاء الله الناس والجاليه التونسيه اليوم اللي يتفرجوا فينا واللي ديما نعديو لهم دي ريبورتاج على الزياره تكون على موعد ان شاء الله قريب. نقول لكم وقتاش ليدات نجموا تمشيو تتفرجوا شويه وتسمعوا شويه اغاني حلوه برشا وعمل فرجوي متميز. مهدي مرحبا بك، فرحت برشا والله كي تشوفينا. ربي يخليك، نتمنى لك بالحق النجاح والتوفيق لانه الاعمال هذه احنا محتاجين لها خصوصا من الشباب اللي نحب. ماذا بيا تصاور الكل في الكليبات يكون من نبع تونس، ماك التصويره اللي تحت الشجره من الشارع التونسي. لازم ندافعوا على بلادنا وانت اليوم من كل النواحي. يعيشك وانت اليوم نحييك لانك اخترت الكلمه البسيطه التصويره الحلوه، ولكن محليه الكليب نتاعك ان شاء الله نشوفوه في كواليس. يعيشك، نتمنى لك النجاح والتوفيق. يعيشك مهدي، باش نمشي ونشوفوا على كف عفريت فيلم اللي قاعد يدور في القاعات، نجموا تمشيو تشوفوه. احنا خذينا الكاميرا ومشينا وشفنا استطلاع للناس اللي حضرت في الفيلم هذي، وانتم زادة نجموا تمشيو تشوفوا لانه يحكي على قصه حقيقيه من تونس، من اعماق تونس. شنو رايك في الفيلم؟ سوبر، فيلم طيار على الاخر. تحسوا انه فيه جراه من الواقع التونسي؟ ماهيش جراه، خاطر حاجه قاعدين نعيشوا فيها كل يوم، ما تسميش جراه هذيك. اما فكره حلوه. فيلم معناها يستحق اللي باش واحد يتفرج فيه، الناس احنا الكل تدخل تتفرج، خاطر معناها قصه ريال على الاخر، فهمني؟ صور لنا الحاكم كيفاش كان وكيفاش في برشا مواقف يكون هكاكا. والطفله اللي مثلت طياره على الاخر ما عرفتش كيفاش توصل المساج. فيلم ياسر ايموفون، معناتها جيتي دي دون تو ميزيتا الحق الداخل، وجعني على الاخر، مسني على الاخر، معناتها كيفاش تطرح مانيفيك، معناتها كيفاش تعاملوا مع القضيه نتاع الطفله اللي اغتصبوها معناتها بوليسيه، خاطر كيف ما نعرفوا فما في الجهاز هذا فما ناس بالحق تخدم في خدمتها وناس تبارك الله عليها وتحميك وتامن بالقضيه نتاعك وقت تجي تشكي لهم، معناتها يهزوك بالرسمي ويوصلوك وين لازمك توصل باش توصل الشكوى نتاعك وتاخذ حقك، كيف ما فما ناس الله غالب كورومبو ومن دورنا احنا معناتها ان نسلطوا عليهم الاضواء. بعد ما خذا الحدث هذا، حدث اغتصاب الفتاه، بعد ما خذا حظه في المجتمع وفي بلاطوات الاعلام، اليوم راهو فيه في السينما اللي المعالجه نتاعو كانت ايضا جيده، كانت نصف سينمائيه نصف توثيقيه. هذا بالنسبه للحدث واهميته واهميه انه السينما توثق للتاريخ القريب نتاع تونس، لانه الاخبار يمكن ننساوها، الجرائد يمكن ما عادش نقراوها، لكن فيلم السينما نجموا نرجعوا له ونجموا نعرفوا من خلال فيلم هذا فتره عاشتها تونس. ما نجمش نمشي معاه؟ تهنى عليها.
التسهيلات حسب المنتج اللي لقاها في الفيلم هذايا من سولات قال فما برشا حريه وفما برشا جرأه، نحسوا انه فما زاد اراده للاصلاح، اللي عمل حاجه مثال باش نسهلكم صوروه. سقطوم الداخليه. هذا اللي فرحني برشا برشا برشا، معناتها بالرسمي جو سوي فيير اليوم اللي فما ناس تمن بحريه التعبير، تخليك توصل صوتك، تخليك تمس، معناتها ان شاء الله يا ربي القضايا الكل بون، مازالوا فما دي تخوك تابو عندنا في تونس، كنا نعرفوا انت تعرف نعيمه، فما قضايا مازلنا ما نجموش، معناتها مازلنا اون كاريس دون لو سونس دو بوال، اما ان شاء الله يا ربي نوصلوا كي كل واحد فينا يعطي ثقه في نفسه انه بصوته ينجم بدل حاجه في البلاد، ابخي تو كله لشنو هو؟ كنا ليله نحن ولاولادنا نهار اخر، ان شاء الله باش انها تونس تولي اعز بلاد يا ربي ان شاء الله في العالم. فرانشمون تحيه كبيره كبيره للسلطات اللي وصلت الفيلم هذا يتعرض وما عادش عندنا فيه سانسور وما عادش فما معناتها مشاكل من الناحيه هذه. الحمد لله يا رب، الحمد لله. كوثر حابه تكمل بمشهد نهاري، مشهد مضيء، لانه بعد هالغمه اللي نعيشوا فيها اللي كنا فيها واللي للاسف ما زالت متواصله، راهو ثم نهار وثم ضوء في اخر النفق بحول الله. مواصلين معكم المشوار وباش نمشيو الى اجواءنا المسرحيه، باعتبار انه ايام قرطاج المسرحيه تفتح لنا المجال اكثر باش نستقبلوا ممثلين تونس اللي باش يحكيونا باكثر تفاصيل عن اعمالهم، وكذلك باش نشوفوا الوجوه الحلوه والمزينه اللي في تونس. عنا برشا اصوات فنيه وكذلك برشا ممثلين قادرين على انهم يتقمصوا اكثر من شخصيه وشخصيات فنيه، خصوصا انه المجال اليوم مفتوح ولو عندنا دي سيت كوم ينجم نشوفوا فيه ممثلين كوميديين. هذاك علاش اليوم بحذية ممثله محلاها طلعت في السيت كوم الحجيمة في رمضان، واليوم تكون ضيفتي سماح سنكري. اهلا وسهلا ومرحبا بك. عايشك، مرحبا بك سماح. اللقب سنكري ديما 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 يغلطوا فيه خاطر بحكم اللي بابا لبناني، دونك الاسم غريب على تونس. ديما عندي حتى ملي انا صغيره عندي مشكله في البلتان، ومره وصلت لي جرت اللقب نتاعي. دونك مانيش غلطين، سنكري سنكري سنكري. قداش سيت كوم الحجيمه في رمضان هكا عطاك شويه غرض صغير من المواهب اللي عندك ومن موهبه، خصوصا انه انت تمثل وتقلد الاصوات وحتى شكل طريقه حكايات الفنانين. صحيح، سيت كوم الحجيمه عطاني فرصه حلوه باش تعرف علي الجمهور التونسي بحكم اللي انا بديت من لبنان، دونك ما تعرفتش برشا البريود الاولانيه برسك عام معناها خدمت غاديكا ما تعرفتش، مي سيت كوم الحجيمه عطاني الشانس هذايا باش هكا وريت شويه من الحاجات اللي عندي، ان شاء الله تشوفوني في حاجات نوري فيها سماح اكثر واكثر. سميحه علاش تاخرت شويه نجوميتك؟ لانه الدومين اللي انت معناها تتعامل فيه مع الكاميرا اللي هو الممثله اللي تقلد اكثر واللي عندك حضور اكثر في نوعيه معينه من الادوار اللي مش متوفره في تونس. تاخرت بحكم معناتها الحاجات المواهب اللي عندي بتتخ برشا، معناها يقولوا تمشي للشرق اكثر، ديجا انا لقيت روحي في الشرق اكثر من تونس توا بديت. دونك انا عندي الحق. اي عندك الحق، عندك مش متوفرين برشا يعني ادوار اللي خاصين بك انت. ما عندناش افلام كوميديه، ما عندناش لي سيت كوم، معناتها ديغنييغمون ولاو يعملوا دي سيت كوم، في النساء ما عندناش برشا كوميدي، ديما تلقى يميلوا للرجال اكثر، يقول لك لا 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 راجل يضحك خير، تحس معناتها فما نوع من ما عنديش فرصه او مجال في انا زادت نفس الرجل في الموهبه الفنيه هذه بالذات. المراه مضامه في الكوميديا. يا لطيف. حسيتك تقول فيها بحسره سماح. قول فيها بحسره يا خاطر. كانك تحس انه عندك برشا مواهب ولكن قاعدين هكا. قاعدين مكتومين على قلبك. مكتومين، نحب معناتها نوري شنو عندي في التقليد في الكوميديا في الدراما اللي خدمت برشا حاجات دراما في لبنان وفي حتى في السينما في تونس، ما خديتش حقي معناها في برشا حاجات مالوغوزمون،
وزاد فما حاجه ما مانيش فاهمه شكون اللي قاعد هكا يخرج الاشاعه، قال فما شكون يقول لنا في مصر قاعده مستقره في مصر، فما شكون في تونس سماحه في تونس تفضل اعطيوها اي دور تتراو فيه معناها انها تنجم تقدم الاضافه في الساحه الفنيه التونسيه. وي وحتى فما شكون زاد يقول لك بور لي فام روند، معناها فما شكون يشجع لي فام روند ويعطيو ادوار للنساء معناها اللي زايدين في الوزن، شكون فما شكون اللي لا. انا باغ اكزومبل ان شاء الله فما عمل مازال ماهوش مؤكد، هو عمل عربي باش يتعمل في جانفي، مازلنا قاعدين نحكيو، مطلوب مني نطيح 20 كيلو. انا ما يقلقنيش، معناها كي تعطيني دور تقول لي زيد ولا نقص انا ما يقلقنيش، اما ما يجيش تحكم على المظهر انه واحده بصحتها دونك ما يلزمهاش تمثل. لا للفنانين قبل رينيهم ما تبارك الله هكا ولا قبل تقبل انا من المضحكات المبكيات قبل مثلا كنا نتقابلوا انا وفريد او فيلم نتاع عبد الحليم انه تكون فيه رقاصه والا فما هكا مصورين في البحر عادي، حتى كي تعدى اليوم ما تصيرش عليه حتى ضجه. اليوم كنت تعدي مثلا في فيلم نتاعك والا ناس على البحر يدوري قيم لقيمه هكا ولا يعني علاش الذوق الفني كنا قبل العبيد تقبل اكثر التصويره هذيك لانها صوره فنيه هذا اللي ما وعليه يعني المراه بصحتها معناها ما عندهاش الممثله بلوتو ما مش قاعدين يعطيو حظ برشا. نشوفوا في الخليج ونشوفوا في مصر معناها فنانات ما شاء الله مش لازم نذكروا الاسماء، ولكن كنت تفرجوا فيهم يظهر لي الاداء اكثر يحكم. صحيح صحيح الاداء نورمالمون ما يركزوش كان على الشكل، مهم يعني يكون انه انسان مقبول شكله وكل شيء، لكن فما الاداء هو قبل كل شيء، قبل الضعف ولا بالكش ما همش مقتنعين 1000% بالاداء، زاد هذاك علاه ارتكزوا لك على حاجات اخرين. كان جاوا قالوا على الاداء والله نورمال ما همش على الاداء المشكله، هذيك المشكله ما ديما يقول لك راه كل شيء تيار وبي اما تضعف شويه ما كذا نحي لك دور على خاطر انت بصحتك اضعف شويه وشوفوا مش باش يقولوا لك عاد نشوفوا سماح اذا ما زاد ما خليكش هوني يعني حبيسه الاعمال الدراميه والفنيه التونسيه، انا ما عندك تجارب اخرى على مستوى العالم العربي وهذه حاجه باهيه. يمكن افونتاج اللي ما عنديش الفنانين الاخرين اللي يبحثوا على فرص خارج حدود الوطن. صحيح انا ديجا كيما قلت لك بدايتي كنت في لبنان، مشيت في عرب كاستينغ ما حالفنيش الحظ، صارت قرعه دونك برشا عبيد مالوغوزمون خرجنا معناها ظلم صار كيما في البرامج اللي تفرجوا فيها من الكل. ما كيما برامج المواهب الكل ديما فيها تغربيل وفما حسابات. وي دونك ما وقفتش غادي، قلت انا مره واحد لتونس كيما نعمل حاجه لازمني نوصل، لازمني معناتها عندي سنين عملت مسرح قدمت في برشا حاجات ما خديتش حظي دونك لازمني نعمل حاجه. قعدت في لبنان خدمت في كانت عندي تجربه صغيره في مسلسل سمراء مع رشا شربتجي، كان عندي في فيلم بينجو، صورت كليب مع آسيا حلاني، صورت كليب اخر مع رينا الحلبي، معناها دورت في برشا حاجات في دي سبوت بيبليسيتير، ومن بعد جيت ذا كوميدي اللي هي صدفة معناها صدفة اللي أنا مشيت للكاستينج وتك تك تقبلت، وهي اللي عرفتني على الجمهور التونسي وميم طون واللي كنت تطلع ربما الأبرز بالنسبة لي كنت حاليا. أي كانت الابرز حاجه ذا كوميدي معناها ديجا لصقت فيها الكوميديا، راني مانيش كان كوميديا ما تعرفت في الكوميدي معناتها. وفي الوقت ذا كوميدي وقتها جاي غرابيب سود اللي هو المسلسل اللي قامت عليه القيمه نقولوا نحن خاضت الدنيا عليه، يحكي على داعش، تعادى في الام بي سي 1، كان معناتها فخر لينا لينا شاركت في حاجه كيما هكايا. صار فيه مشاكل وحتى في البث نتاعو معناتها تقطع البث وكل خاطر عمل برسمي ضخم محطوط من اضخم الاعمال العربيه، وانا شرفني معناها اللي انا كنت فيه سيرتو كاول حاجه، مازلت لا خدمت لا حاجه ما في تونس ولا حتى شيء. انك تاخذ الفرصه هذه وتقدم الدور كما حبيت انت وكما شتيت انك تكون موجوده في عمل فرجوي كبير مسلسل درامي. خلينا نشوفوا الموهبه نتاعك تقليد الفنانين الكبار، اعطينا حاجه سماه خلينا نستذكروا مع بعضنا ساره واليسا. كيفاش تختارهم سي حسب انت شخصيتك القرب منهم ولا ترى انك انت تنجم تقلدهم 1000%؟ فما اللي انا نحبهم معناتها كيما اليسا مثلا نحبها برشا وكل، فما اللي عندهم لي تيك تاع مثلا كي تكون مطربه ما عندهاش حتى تيك هكا كل ما نقلدهاش خاطر تبارك الله عندها صوت عندها كل شيء، مي فما عبيد التامبر نتاعهم فيه حاجه تستفزك باش تقلدهم، فما عبيد عندهم الحركات كيما اليسا عندها في وجهها حاجه، عندها حركتها على المسرح عندها برشا حاجات تخليك تستفزك هكا باش تقلدها دونك شويه شويه. هيا بازي مالا نبداو باليسا. بالعالم ما في بجنونك بتغار علي من عيونك، وعد مني ما بخونك حتى بنظرة. أنا أليسا الخوري بحبه كتير وأنا كفورة يعني أوكي فيك تحكي.
أصالة ست أصالة. لو ما رجعتش لي قلبك تاني هنا، لو ما دفعتش تمن الهدمة اللي لبستها أنا، ما بقاش أنا. هاي شكور بتويزة من العمارة. يلا هعمل لي مكيفك حد جاي تتمد جايب روحك تقولوا جت حايز عليك يموتوا. دي عملتها خاطر في سكتش الحمام دونك قعدت بكلام الحمام. السكتش اللي عملته في شريهان وفي اليسا ونجوى كرم وشكون اخر شكون ومن بعد نجوى. اي دونك نجوى نجوى كرم عملت فيه مادا سكتش. عملت الحمام التونسي اللي هو في ذا كوميدي تعدى، اخترت الحمام التونسي اللي ديما احكيوا عليه في السينما موجود وكل الناس استغليته في الكوميديا في سكتش. دونك حطيت الاغنيات نتاع الفنانات وبدلتهم. دونك حتى من العماره بعد زدت البارتي منها في العروض اللي عملتهم لهنا بسكتش هذاك. هذاك علاش قعدت لاصقه فيه حرز عليك يموتوا. تحب نعمل لك مقطع من سكتش؟ اعطينا مقطع. حموده تعال شوفني وانا بستحمى يا حموده بتكسف حمام الهنا يا عروسة وحمام الهنا يا عريس. اما اما اللي جابهم دول يستحموا معنا يما. وانتي ايوه انتي يا قرشانه يا كناسه يا منداسه يا جهله بلا دراسه، انتي سرقتي مني ضحكتي يا هيفا وجايه تستحمي معايا. وشو باش يا هيفا هيفا هيفوفة. أنا كتير بحبك شريهان، بس بدك حمام ليك الوسخ ليك بدي لي فومي بعد شوي. إليسا ديما متغشة. خلاص إتس أوكي إنه فيكن تروقوا، ولو شو الله جبرني أجا حمام تونسي كان لازم أدوش بالبيت. بدي دوش جبلي صابون مع مي السخنة بيكون حمامي أحلى اليوم. قولي لك شي كلمة يا نجوى هناك. الله 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 ميت اسم الله ويخذ العين عنكم بالميك اب حتى بالحمام يخرب بيتكم شو حبيتكم. حممني ما عاد فيي حممني حط لي شامبو مي حممني هي والله ما عاد فيي حممني. شو يا أصالة بالعادة بتقرقر كتير، ليه سكت اليوم؟ يا قلبي يا قلبي والله مشغولي اكمنه أول يوم بتحمم وحياة البابا أول يوم بتحمم. تصور بتحمم ولا كنت أتحمم وتنظف وتليف ولا أنا بتحمم. تصور بتحمم نايمان. يعطيك الصحة سمير، أعطيتنا فكرة على مختلف الأدوار. علاش ما خضتش تجربة مسرحية وحدك بأنك تقلد الأصوات هذوما الكل؟ حسيت شنية معناها مش وقت ومازال حبيت نحير معناها اسم سماح. نحب الناس كل تعرف سماح ساعة باش كيف يجيو معناتها جايين لسماح. خاطر أنا عملت عمناول عرض للأطفال، هو عرض ترفيهي مسرحي اسمه أولاد منانة، اللي أنا ديجا في لبنان عندي سكتش المرأة العزوزة الخرنانة، زاد استغليت اللهجة التونسية والأغنية التونسية قديمة. خذيت السكتش هذاك وطورت ورديناه مسرحية دونك للأطفال. جبنا عملنا مسابقة للصغار، كنت أنا العزوزة الخرنانة هذيك شخصين وتعطي في النصايح. حبيت يكون شوية ثري للعرض أنا ومنى، زاد نوجه لها تحية وجماعة اللي شاركوا معنا الكل. الفكرة جيت من أنه نعملوا حاجة تنصح بها الصغير تقعد في مخه، معناها نحاولوا المعلومات نوصلوها للصغار طريقة معينة اللي هي الكوميديا الضحك. تشوفوها العزوزة ذي تشطح وتلعب وتغني وعاملة حالة فلامينكو ودنيا وكل شيء، مي اوميم طون هكا عطيت شوية حاجات للصغيرات اللي من بعد عجبتني الحاجة قعدت في مخهم. كي خرجنا كملنا جاو أمي منينة أنا نسمع كلمك راهو أنا ديما نقعد نسمع. يعني ميساج وصل في وصل الميساج. أي بون توا وقفنا العروض نتاعها للمسرحية هذه بحكم كل حد لهي شوية في خدمة، خاطر معايا الممثل خالد، معايا فارس لافيف، معايا أكرم مبروك ميوزيسيان، خاطر فيها الموزيكا وفيها فيها عمل فرجاوي كبير، حتى كلون وحتى معانا لي ماسكوت كل شيء كل شيء. دونك كل حد لهي في حاجة. وانا جاوني لي تورناج ومن بعد جيت تكمل الحجامة قعدت كلي بعد شوية عليها، ان شاء الله بوتيتر ترجع في الايام الجاية وبشوية بشوية تتحير هكا سماح تتعرف وقتها نعمل وان ومن شو متكامل كما قال سي توفيق، معناها يكون فيه الدانس يكون فيه التقليد الاغنية التمثيل كل شيء كامل متكامل. سماح انت اليوم جبناك وانت في تورناج، مانيش نحكيو بتفاصيل كبيرة ولكن انت توقع تصور في فيلم صحيح
فيلم هو فيلم تونسي للمخرجة نجوى سليمان، نجوى لها تحية. ما نجموش نحكيو على الديتاي كما في بالك، ولكن باش تعرفوا باش يعرفوا شنو اخبارك الفنيه الجديده. اي يعرفوا هاكا اللي فما فيلم طويل. هو فيلم تونسي، معنا فيلم من النجوم التوانسة، ومعنا نجم عربي كبير اللي هو من المحبين عندي والمفضلين عابد فهد، اللي انا ديجا كان اللي شرفت قابلت معاه في لبنان، خدمت معاه في مدرسه الحب، وتوا عاودنا تقابلنا في تونس في بلادي، البلادي الثاني خاطرنا لبنان وتونس زوج. مرحبا بك بلادك تونس زادة. عايشك ومرحبا بيه هو معنا لهنا، ان شاء الله تكون تجربه حلوه، وخليوا هكا العبيد يتشوقوا كي باش يشوفوا سماح جديده زادة، دراما دراما الى النخاع دراما، تشوفوها تتقمص دور حقيقي وفيه برشا دراما. نتمنى لك نجاح وتوفيق سماح. سماح اخر سؤال ليك، الفنانين اللي تقلدهم بعد تلقى منهم هكا يعرضوك يكلموك فما تجاوب تحسهم تقلقوا ليه؟ في هي صارت كان في الكوميدي في لبنان، مش تقلقوا ليه، بالعكس انا وصلتني ديزيكو حلوه برشا، حتى لي زارتيك اللي هبطوا معناها فما شكون قال الفنانه اصاله تفرجت وشيخت معناها عجبتها اللحية. اي اصاله عندها الاريحيه هذيك تحسها فرحت برشا، خاطر تبارك الله نجمه عربيه كيفها معناها تفرجت وانا قالت في حياتي مش متشكره. حياتي متشكره. وفما شكون زاد قال اليسا في البيريود هذيك اللي عندها انترفيو في الام تي في، دونك سمعت هكا شويه فما شكون تقلد فيك، مي من انا نحبها دونك ما قالوا لها راهي انت فنانتها المفضله في الاغاني الرومانسيه والاغاني الجديده، دونك ما عملتش حتى رياكسيون خايبه، بالعكس رحبوا بالفكره برشا. وفي تونس كي قالت من العماره زاد ما فماش حتى غمارك، بالعكس بالعكس نتمنى لك نجاح وتوفيق. مرحبا بك، حبيتك تكون اليوم ضيفتي حتى الجمهور التونسي يتعرف عليك اكثر. نتمنى لك نجاح وتوفيق في الفيلم هذه، وان شاء الله المنتجين والافلام نعرفوا فما افلام زاد سامحني قصيت عليك، فما هو 3 كور ميتراج، 3 افلام قصيره تعديو في الجي سي سي. فما فيلم ايدوس اللي انا زاد فيه دوري دراما ومراه كبيره ومختلف تماما عن منال نتاع سيتكم الحجيمه معناها. وفما فيلم ستوش زاد تعدى في الجي سي سي، وفما فيلم اوفوريا واحد فيه شريره واحد فيه هكا ستيل اخر. او اللي حاجته باش يشوف الادوار نتاعك والجمهور اللي يحب يتابعك يتابع مسيرتك، هكا 3 افلام اللي شاركت فيهم. نتمنى لك نجاح وتوفيق، مرحبا بك في كواليس، ونتمنى لك انك توصل الى قمه النجاح اللي تحب انك توصل. يعطيك الصحه، شكرا لك على الحضور. سماح تحب تقول حاجه للناس اللي يحبوك؟ نعرف اي ميرسي ليك ساعه، ميرسي للناس الكل، ونحب نشكر اسباس اماني على الميك اب الحلو والشعر. نحب نشكر الناس الكل الموجودين هوني واللي يتفرجوا فينا الكل، ونقول للناس الكل صفحتي الرسميه على الفيسبوك يتابعوا فيها جديد الكل، الافلام قصيره وطويله، كان فما ان شاء الله عروض المسرحيه زاده كيف كيف، وان شاء الله تشوفوا مني كان الباهي. شكرا لك، نحب نشكر زاده انا فليغ دي ليس اللي كل جمعه هما اللي امنوا لي مكياجي وشعري، شكرا لهم الستاف الكل. مع اجمل واحلى تحيه كامل لفريق برنامجنا، انا وسميح نقول لكم ان شاء الله بدايه ونهايه اسبوع سعيده، نتقابلوا ان شاء الله السبت الجاي على الوطنيه الثانيه مع مجموعه جديده من فنانينا وممثلينا وافلامنا السينمائيه، خصوصا انه ايام قرطاج السينمائي ايام قرطاج المسرحيه بدات، ان شاء الله نواكبوها ويكونوا معنا ضيوف من ايام قرطاج المسرحيه. مع اجمل واحلى تحيه كامل فريق برنامج كواليس، تصبح على خير والى اللقاء.